بجد الدنيا دوارة. ديت يمكن اهم حاجه هتقتنع بيها يا مواليد برج الجوزاء في اليومين دول، يعني بدأت من اليومين دول ومعاكم لاخر الشهر ده، هتعرف يعني ايه الدنيا دوارة. يعني اللهم بلا شماتة، لكن هتشمت، هتشوف النصيب جه ان الشخص اللي قلع عليك حاجة هيشتهر بيها، الشخص اللي سوق فيك بكلمة هتلاقي الكلمة دي اتمسكت عليه صوت وصورة، هيتمسك في موقف صوت وصورة. عشان كده بقولك اللهم لا شماتة. في الفترة دي يا برج الجوزاء حقكم هيجيلكوا قوي قوي، هيبان يعني هتكبر في نظر ناس كتير بسبب غباء آخرين. والسبب الناس دي كانت معكرة عليك حياتك، الدنيا هتتقلب، هتبقى دوارة فعلا. مواليد برج الجوزاء ان شاء الله بإذن الله تعالى فترة مهمة جدا، اخر اسبوعين في شهر اكتوبر 2023 هي مش فترة مش سهلة نهائي، لكن في من وراها خير بأمر الله ليكم يا مواليد برج الجوزاء. قبل ما نتكلم على اهم التحركات اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال الفترة، هطلب منكم طلب اللي انا هحتاج منكم الاشتراك او تفعيل الجرس، لايك، الشير، اختار حاجة من الاربعة، اي حاجة منهم بتساعدنا ان احنا نتواصل ونواصل في عمل الفيديوهات. ونتحرك سريعا ونتكلم على اهم التحركات اللي هتبقى موجودة معاكم يا مواليد برج الجوزاء في اخر اسبوعين في شهر اكتوبر 2023. احنا بنتكلم على تحركات مهمة جدا. يوم 12 اكتوبر هيبقى فيه تحرك على البيت السادس ليكم، هيبقى الكوكب المريخ في البيت السادس، ده هيبقى يوم 12. وعلى طول ايضا في البيت السادس ليكم هيبقى كوكب دخول كوكب عطارد في البيت السادس، ده هيبقى يوم 22 اكتوبر. 23 اكتوبر الشمس في البيت السادس. ثلاث تحركات مهمة عندكم في البيت السادس يا مواليد برج الجوزاء، كفترة هتبقى صعوبتها اللي انت بتتعب بس هتوصل، يعني ده عنوان الفترة اللي انت هتتعب بس في حاجات كتيرة هتبدأ تظبط. لذلك انت كفترة اجمالية هتحس ان هي صعبة شوية، فيها ضغوط نوعا ما، لكن الضغوط دي هيبقى فيها عائد، هتبقى ضغوط بنتيجة. نتوكل على الله ونتكلم على التحركات او التأثيرات اللي ناتجة عن التحركات اللي احنا لسه متكلمين عنها. مبدئيا هتلاقي في العمل بالاخص في عندك يعني ضغط رهيب جدا في الشغل، هي في الاعمال بالاخص هتلاقي في يعني حاجات زادت، تراكم اعمال بدا يظهر جامد جدا في خلال الفتره، وهتحس انت بالجهد عالي قوي، يعني انت هتحس بالاجهاد، هتلاقي حتى انت كمان بعد يعني بعد ما تخلص شغل هتلاقي انت كل يوم مش قادر، عايز تنام، حياتك الطبيعيه متلخبطت نوعا ما بسبب ضغوط العمل. ممكن يكون الضغط ده مش ضغط بدني، ممكن يكون ضغط فكري، ضغط في العقليه عندك. يعني انت بطبيعتك ذكي جدا يا برج الجوزاء، وزي ما احنا قلنا قبل كده انت من اذكى الابراج، برج الجوزاء بلا منافس. بص على التواريخ كلها، تواريخ السنين كلها، واهم الناس العظماء او اللي حصلوا على جائزه نوبل، يعني انت بتتكلم على مثلا جائزه نوبل في اخر القرن، اخر القرن اللي فات، القرن اللي فات فقط من مواليد برج الجوزاء كان 79% مواليد برج الجوزاء اللي حصل على جائزه نوبل. فعشان كده انا بقول لكم انت من اذكى الابراج، لكن كل واحد لازم يستخدم طاقته، لازم يعرف اللي جواه. عامه يا برج الجوزاء انتوا في خلال الفتره زي ما احنا قلنا في اجهاد عليكم صعب قوي بسبب الضغط العمل، الضغط الشغل، الضغط النفسي بالاخص. لكن حتى بالرغم ان في ضغط عالي برضو ده ناجع للذكاء اللي بقول عليه، هيبقى في دقه لا متناهيه في العمل. يعني انت مثلا يبقى في ضغط رهيب بس في نفس الوقت بالورقه والقلم مسطره، يمكن دوت هيبقى السبب الرئيسي اللي هيبقى فيه نعين عليك قويه جدا بالنسبه للرؤساء انهم هيحاولوا يعني يشجعوك. ممكن كده تشجيعك عن طريق اي حاجه حتى لو معنوي، لكن هتبدا يعني تلفت نظر رؤسائك بالنسبه مهما كان الضغط عليك كان في دقه متناهيه في العمل. يعني يمكن ده ايضا السبب الضغط اللي هيبقى متواجد عليك، اللي تلاقي انت نفسك بسبب ان عقلك او ذهنك يعني على طول شغال، هتلاقي نفسك غصب عنك بدات تندرج او تروح للاعمال اللي مش سهله، يعني بتخش في اعمال صعبه، اعمال تقيله، ديت برضو ايضا هيعمل لك ارهاق كبير جدا يا مواليد برج الجوزاء. عشان كده احذره، يعني حاول تضغطوش على نفسك قوي في خلال الفتره، لان كل حاجه بتقول ان انت هيبقى عندك ضغط عالي جدا في الاعمال. بالنسبه للعاطفه، متوقع ان انت في خلال الفتره
مش هتفتح قلبك بسهوله لحد، حتى لو وقعت، حتى لو وقعتي، حتى لو وقعت، وقعت في الحب او مثلا عجبت في شخص، مش هتفتح قلبك بسهوله، او ممكن هتخبي، مش هتبين، مع ان انت جواك ممكن بقى في مشاعر تجاه شخص معين او حاجه زي كده. مع العلاقات مع الغير، في علاقاتك مع الناس، يمكن هتبقى دي الفترة هتبقى فيها يعني نوعا ما تحس انت في حرب عشان تحافظ على استقرارك مع علاقاتك مع ناس من حولك. فخلال الفترة يعني زي ما احنا قلنا، انت بسبب الضغوطات اللي هتبقى عليك، هتلاقي ايضا الضغوطات متواجدة معاكم من الناس حواليكم، مقربين ليكم، عاملين لكم ضغط نفسي عالي قوي، فانت بتحارب عشان توصل المعلومة بغير سوء تفاهم، بتحاول بأقصى ما يمكن اللي انت تفصل ما بين ضغطك في العمل وبالعلاقات، وهنا هتبقى في الحرب اللي هتبقى صعبة عليك نوعا ما. لو هنتكلم على أهم نقطة اللي أنا بتكلم عليها ديت، يعني نقطة مهمة جدا برج الجوزاء، وممكن يكون تحذير مهم، وهي خاصة بالصحة. الصحة في خلال الفترة حاول تحافظ على صحتك كويس، يعني إن شاء الله تبقى خير، لكن الضغط اللي هيبقى متواجد معاك في خلال الفترة ممكن يؤدي لضعف المناعة. فممكن الفترة ديت اللي بياخد فيتامينات مثلا او حاجات زي كده هتساعده خلال الفترة، لكن حاولوا ان انتوا عفوا حاولوا ان انتوا تحافظوا على صحتكم خلال الفترة، لان الضغط مع قلة المناعة خلال الفترة ممكن تأثر بدنيا بحيث عن حاجة مثلا تعب او كده، فخدوا بالكم الحتة ديت. يمكن قوتك هتبقى في خلال الفترة هتبقى عن طريق الاستماع، هتبقى انت مستمع جيد جدا خلال الفترة، وبترتب كل حاجة بعناية وبدقة صحيحة. لذلك الاستماع اللي انت تستشير وتستمع لكل الافكار والاراء قبل ما تاخد اي قرار، ده هتبقى يعني قوة عندك في خلال الفترة، بالاخص ان الفترات دي هيبقى فيها ايضا قرارات مهمة جدا ليكم يا مواليد برج الجوزاء. يعني انت هتبقى بطبعتك اجمالية، اللي انت اي موضوع هيبدأ يظهر معاكم في خلال الفترة هتدور على كل تفاصيل كبيرة وصغيرة، هتبص مين الصح ومين الغلط ومين اللي كذا ومين اللي عليه، عشان لما هتطلع بقرار هتطلع بقرار الناس تقول عليك حكيم. ليه؟ لان انت شفت القرار ده من كل الابعاد، ودي بطبعتك يا برج الجوزاء، انت يعني متمكن في الحتة دي. في الحتة دي ايضا هتزيد معاكم خلال الفترة. مواليد برج الجوزاء الفترة بوجه عام ما يعني ان شاء الله خير. يمكن الضغط اللي هيبقى متواجد عندك ضغط يعني نفسي وبدني كعمل اكتر ما هي مثلا مشاكل حياة. فمواليد برج الجوزاء الفترة دي ايضا العين عليكم من الرؤساء، حاولوا تستغلوا الفترة دي اللي انتم ممكن توصلوا لحاجة اعلى في العمل، او توصلوا لمرحلة ارقى في التعامل، ممكن توصلوا لاهداف كانت مثلا بعيدة عنكم، لكن في الفترة دي هتساعد ان انت ترجع اهداف كانت ممكن تكون بدأت تتنسى نوعا ما، لكن هتبدأ ترجعها بالاخص خلال الطاقات اللي هتبقى موجودة معاكم في خلال نهاية الشهر. يا مواليد برج الجوزاء كده يعتبر وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى تنال إعجاب حضراتكم، وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم أحتاج منكم الدعم عن طريق الشير، الاشتراك، اللايك، تفعيل الجرس. شكرا ومع ألف سلامة.